إلى محورنا الثاني ألا وهو السمنة ومجمل المشاكل اللي تسببها السمنة وكيفية علاجها. بالتأكيد معنا ستنضم دكتورة أخصائية حول هذا الموضوع، لكن بعد تقرير منشد الأسدي والحديث بقية. الجسم الصحي والوزن المثالي هو أكثر ما يسعى له الجميع من الجنسين رجالا ونساء، فالسيدات يحلمن بقوام ممشوق ورجال يسعون وراء جسم قوي وصحي. لهذا السبب تتبع الحميات الغذائية القاسية من أجل إنقاص الوزن الزائد في الجسم وحرق الدهون المتراكمة فيه. الحقيقة أصبح الوزن المثالي مطلوب، يسهل عليك الأعمال الوظيفية، صحة الإنسان، يعني يقيك من الشيخوخة. المحافظة على الوزن المثالي هو اتباع عادات صحية مثل تقليل النشويات، تقليل السكريات، ممارسة رياضة بسيطة قد تكون رياضة المشي، يعني هذه الأمور، تقليل الدهون، الأكثر من الخضر والفواكه، هذه الأمور هي اللي تخلينا نحافظ على وزننا يعني بصورة مثالية. يعني هو الأساسي في المحافظة على الجسم المثالي هو ممارسة الرياضة بشكل يومي، يعني المشي، يعني الرياضة البسيطة، وثاني شيء تقليل من الدهنيات والسكريات عندنا، المواد النشوية أيضا. إن الأسلوب المثالي للوصول إلى الوزن المثالي وعيش حياة صحية هو اتباع نمط حياة صحي، وذلك بدءا من الانتباه إلى طرق تناول الطعام يوميا وأنواعه، وصولا إلى المداومة على بعض العادات الصحية اليومية. إن اتباع نمط حياة صحي لا يعني منع النفس من الطعام والشراب، فهذا أمر غير صحيح تماما، لأن الجسم يحتاج للطاقة وعناصر الغذاء لممارسة الأنشطة اليومية. نعم، الوزن المثالي يجعل الإنسان يؤدي فعالياته اليومية بيسر ويشعر الكثيرين بالثقة، كما أنه عامل مهم للإمساك بخيوط الصحة العامة، وهذا كله يتحقق باتباع نظام غذائي أكثر ترتيبا وممارسة رياضة وشرب الماء والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي للسمنة المفرطة. صباحكم عافية، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. شكرا لمنشد الأسدي على هذا التقرير. نعود مشاهدينا لنرحب بضيفتنا الثانية الدكتورة رشا المسوي، أخصائية تغذية. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة رشا. بداية، هل الأنظمة الغذائية أو أنظمة التنحيف الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، في الصيدليات، في عموم الأماكن العامة، هي تلائم الجميع، وهل هناك تصنيفات ودراسة معينة لكل حالة؟ سؤال جدا جميل حنان. أكيد البرامج الغذائية المنتشرة على التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، البيجات مال الإنترنت المختلفة ما تناسب الكل. حتى شلون هنا نختصر، ليش؟ لأنه كل شخص عنده طول إذن أنا أعتذر من عندك ست رشا. دعينا ننتقل والمشاهدين لنتابع ماذا أعد لنا الزملاء، ولنا عودة.
طبعا دكتورة رشا، نجدد الترحيب بحضرتك، ونود أن تكملي ما تحدثتي به عن الأنظمة الغذائية الموجودة في مواقع التواصل وعدة أماكن عامة. أول شيء أحب أشكركم على هذا الموضوع الرائع. شكرا. وسؤال جدا مهم حقيقة، لأنه نواجه الكثير من المراجعين، إن كان بمركزنا مركز مراقب الوزن بغداد، نعم، وإن كان بمركزي بكوبنهاجن الدنمارك، إنه رشا اكو برامج غذائيه كل شهوايه نقدر نستخدمها، او انا استخدمت هذا البرنامج الغذائي واقدر استخدمه على شخص ثاني، على ابني، على زوجي، على اي شخص صديق. البرامج الغذائيه اللي موجوده على الانترنت هي عاده ما تكون مخصصه لشخص معين، على طول معين، على وزن معين، على امراض معينه. بس هي، عفوا دكتوره رشا، اكيد توافقيني الراي، مجمل اللي يعلن على مواقع التواصل الاجتماعي هي منتجات وليست بالبرامج. نادرا ما يطلع دكتور أخصائي يقول كذا وكذا، يمكن هاي بعد حملة من الانتقادات والنتائج العكسية. هو منتج خلاص، هذا تنحيف لمدة 3 أشهر، لمدة شهرين، ويعلن ما ممكن هذا اللي يريد تنحيف عنده أمراض مزمنة يتعارض ويا تحدثينا عنها. 100% بالنسبة للمنتجات هي أيضا حقيقة احنا ما نتعامل بها، إن كان مركزنا مركز مراقب الوزن، المنتجات اللي هي التنحيفية أصلا ما نتعامل بيها، نتعامل مع أدوية طبية، ويكون التركيز على الغذاء. تركيزنا عموما بعالم التغذية وبعالم الدايت يكون 80% على الغذاء، 15% على الرياضة، و5% على المنتجات الطبية، مو منتجات التنحيف. منتجات التنحيف لها أضرار عديدة وسيئة جدا، وقد لا سمح الله ممكن الإنسان يتوفى، بالذات إذا كان عنده أمراض مزمنة وإذا استخدمها بدون استشارة طبيب أو أخصائي تغذية. يعني تنصحين كل من يشاهدنا ويعاني من مشكلة السمنة أن لا يشوف أي منتج، خصوصا أكو منتجات دكتورة رشا أنه خلال فترة وجيزة يعني تنطي فد إفكت عالي اللي هو إنقاص الوزن لدرجة قياسية، هذا يثير الشك عند الناس، فبالتالي يقول لك أنا خلص بأسبوع خسران 3 كيلوات أو 5، خلني أروح أشتري حتى لو غالي، بس هذا ممكن عنده أضرار أو ممكن ما إلى أضرار، لكن اللي يقبل عليه هو عنده مشاكل. 100%، يمكن الحمد لله والشكر نتائجنا، أعتقد أيضا إذا الكادر مجهز يعرض بعض النتائج الرائعة. نعم. نزول الوزن ويانا من 8 إلى 25 كيلو أو من 8 إلى 34 كيلو خلال 3 شهور. لكن هنا أنا أحب أنوه على الموضوع اللي قلتي، طبعا المشاهير هنا الزملاء الرائعين، نزول الوزن ويانا سريع لكن بإشراف متخصص. فهنا تنويها على الكلام اللي ذكرتي جدا رائع، أنا ما أقدر أنزل نزول وزن اللي هو 3 إلى 5 كيلو بالأسبوع بدون إشراف متخصص. وليش؟ لأنه ممكن أنا أنزل عضل، ممكن أنزل سوائل، ومدى أنزل بالتالي شحوم. من الجسم ينزل عضل وسوائل رح يرجع يكتسب الوزن اللي نزلناه أضعاف أضعاف بعد انتهاء البرنامج الغذائي مباشرة. هاي طبعا ناهينا عن موضوع أنه الأضرار الصحية الكثيرة لما لا سمح الله ينزل الوزن جدا هواي مدة جدا قصيرة، أضرارها على القلب، أضرارها على الشرايين، أضرارها على الجسم، أضرارها على الصحة العامة عموما. فنزول الوزن السريع اللي دا تشوفوه هنا طبعا مع مشاهيرنا الرائعين، طبعا الأساتذة والفنانين والشعراء، هو بإشراف متخصص. نزول السريع بدون إشراف متخصص أبدا ما ننصح به. ما أعرف زميلنا المخرج موجودة الصور حتى طيب على أي شاشة شوفيها دكتورة بلي أنا دا أشوفها، اشرحي لنا عن حالة وكل فترة شقد استغرقت. طبعا هنا الفنانين الرائعين، يمكن حبيت لما بدينا بالمشاهير، لأن المشاهير حقيقة وضع عملهم صعب، حياتهم صعبة، عندهم دائما لود بعملهم، تمثيل وإخراج وإنتاج، فنزول الوزن يكون جدا صعب وياهم، التزامهم يصير صعب جدا لأنه ساعات النوم قليلة، غذائهم مخربط. بس لكن مع ذلك ولله الحمد هنا طبعا ستر هام الرائعة نزلت ويانا 8 كيلو، عفوا 6.8 كيلو، مدى أشوش قد كان وزنها، لكن كان تقريبا بالسبعينات، وصلت للتسعة و60، فنزول كان رائع وصحي، العمر الصحي كان جدا عالي، صار ويانا 27 كانت أول ما بلشت ويانا، عمرها الصحي جدا عالي. شلون نعرف العمر الصحي شيء جيد أو شيء سيء؟ لما يجينا المراجع ونقيس للشحوم والعضل، يكون الشحوم جدا عالي عنده، العضل جدا قليل، ينطي عمر صحي جدا عالي. فلما يبدي
يعني الحمد لله وشكر لما يبدي ويانا برنامج غذائي صحي متكامل يعتمد على الماء يعتمد على الغذاء اللي يناسبه بعد إجراء التحاليل. فمن ينزل ويانا ينزل نزول جدا رائع، يصعد العضل عنده وينزل الشحوم عنده. ولذلك هنا قبل شوي نبهنا على موضوع أنه الوزن لما نزله لازم ننزل شحوم مو ننزل عضل وننزل سوائل. البرامج الغذائية اللي موجودة على الإنترنت، المنحفات اللي موجودة على الإنترنت تنطيك نزول وزن ماء وسوائل وعضل. احنا اللي نريده نريد انه وزنك ينزل شحوم ويصعد عضل حتى تكون انت صحي اكثر قادر على تحمل مشقات الحياه. طبعا انا ايضا استاذ امير العبادي كان عنده سفر وكان عنده الكثير من ضغوطات الحياه كاي فنان عادي او كاي انسان مشهور او كاي انسان عنده لود عموما، الاطباء المعلمين المهندسين اللي عندهم لود بعملهم صعب عليهم ينزل وزنهم نزول رائع او نزول جيد. الكثير من المشاهير هنا اجوني او الناس العاديين اللي اجوني رشا احنا صار لنا سنين نحاول ينزل وزننا. الكل يريد رشاقه وبنفس الوقت الكل ما يقدر يستغنى عن الاكل 100% والكل يريد نزول صحي. هنا طبعا عندنا هسه حاله شخص عادي نزلت ويانا 28 كيلو خلال 4 شهور. هاي الامرأة بالذات اللي قبل شوية طلعت كانت تعاني من مشاكل بالدم، فاجتني وهي انه أنا ما اقدر اتبع اي حمية او اي نظام عادي. قلت اسألك دكتورة بما انه في سياق الحديث اكو ناس يعني عندها يعني مشكلة الوزن سببها امراض، هنا شلون تتعاملون ويا هذه الحالات؟ اول شيء لازم نعرف شنو الامراض اكيد بعد اجراء التحاليل اللازمه، شنو عندهم امراض ثانيه من نقص فيتامينات من نقص معادن بجسمهم. بعدها هنا نتوجه الى انه اعطائهم البرنامج الغذائي اللي يناسبهم وما يؤذيهم او ما يفاقم لهم. على سبيل المثال هنا مثلا مرض الدم ما يفاقم هاي المشكله اللي عندنا اياها، او القولون العصبي ما يفاقم لهم القولون العصبي، او السكر لا سمح الله ما يزيد عندهم السكر. لازم هنا البرنامج الغذائي يكون جدا مدروس وجدا دقيق حتى ينطينا انتظام مثلا بالسكر او ينزل لنا السكر او ينزل الكوليسترول اللي موجود بالجسم حتى ينطي ايضا نزول رائع. انا اشوف يعني ما اعرف انه اذا توافقيني الراي او لا، يمكن انتم الحل الانسب للجميع اللي يعانون من مشكله السمنه. ليش؟ لانه اكو ناس تلجا لعمليات قص المعده او النحت، وهواي ناس فاهمين موضوع النحت غلط او قص المعده غلط او طوي المعده، يعني يوميا شيء جديد. لكن اللي يتبع نظام غذائي هذا سواء كان يعاني، بس احكي لي اذا تخربط النظام الغذائي شنو راح يصير؟ طبعا هم ايضا عاشت ليش على هذا التنويه الرائع، لانه فعلا اليوم تعددت خلي اقول حلول السمنه. لكن اقدر اقول لك ست حنان انه تتعدد ولكن يرجعون للغذاء. حتى وان قصينا معده، حتى وان حولنا مسار، طوينا المعده، سوينا شفط نحت، لازم نرجع للغذاء. والكثير حقيقه كان ايضا بعيادتنا هنا بالعراق او بعيادتنا بكوبنهاجن الدنمارك يسوون هاي العمليات كلها ويرجعوا لي رشا احنا سوينا عمليه قص المعده نزل وزننا 10 كيلو مدى ينزل اكثر، او لا سمح الله بعد سنه سنتين ثلاثه يرجع يصعد الوزن مره ثانيه. احنا استضافنا عده اطباء وسالناهم عن موضوع قص المعده، قالوا انه فاهمين الناس غلط انه مو خلص اي واحد يقصوا له معدته خلص ما راح يسمن، ولا اي شخص راح ينحت بالجسم المثالي راح يظل يعني منحوت. فهذه الناس تجهلها ليش؟ لانه خلص احنا متابعين لمواقع التواصل الاجتماعي وحتى الطبيب يتحمل مسؤوليه كبيره دكتوره رشا، لانه مو خلص اي منتج انه انت لا، المفروض يعني يبين للجمهور شنو مزايا شنو خطورته شنو فائدته إلى شنو اللي لازم عليه. فهذه 100% يمكن احنا نظامنا دنماركي حقيقة. وليش اقول هنا انا دنماركي اوروبي؟ لانه من يجيني المراجع بالذات بالعراق رشا اريد دواء اريد منحف اريد شيء يسد الشهية، انا اقول له ماكو مشكلة ادخل لك الادوية وادخل لك اللي إن جسمك يحتاجه، لكن افتهم انت هذا الدواء اللي راح انطيك اياه شنو بي سايد افكت شنو بي اعراض جانبية. معظم المراجعين من يعرفون الاعراض الجانبية يقول لك لا ما اريد العد هذا الدواء، لان هم معتقدين انه هذا الدواء بدون اعراض جانبية، معتقدين هاي العمليات النحت ان كانت او عمليات قص المعدة بدون اعراض جانبية. فهنا أنا احسنتي على التنويه انه هنا مسؤولية الطبيب مسؤولية الاخصائي. احنا ننطي الادويه نسوي العمليات لكن تكون باشراف متخصص وتكون انت حالتك تحتاجها، والاهم الاهم تكون انت فاهم انه جسمك شنو يحتاج. يعني عندنا هسه مثلا
بعض النساء يعانون من أمراض الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية، ويعتقدون ما ينزل وزنهم إلا بعملية أو ما ينزل وزنهم إلا بشفط. لا أبدا، ومثل ما تشوفون هنا على الشاشة أنه دا ينزل وزنهم ونزول رائع، 15 كيلو خلال شهرين، 9 كيلو خلال شهر. فإذا اللي يحتاجه هو حقيقة الغذاء. ويمكن إذا تسألين أوكي رشا هنا أنتوا شنو دخلتوا، هل هو فقط شنو التحاليل دكتورة رشا اللي مطلوبة حتى تحددون أنه نوع السمنة وبعدين تعالجوها؟ عدة تحاليل حقيقة من أهمها، وهذه التحاليل راح تطبقوها على أي شخص يعاني من السمنة؟ معظم التحاليل نطبقها على كل شخص يجينا، لكن هنا يختلف إذا رجال نساء أطفال والفئة العمرية. التحاليل الأبرزها والأهم شيء هي تحاليل الغدة الدرقية، الأيض، أيضا عندنا ميزان يقيس حقيقة عمليات الأيض، البي أم آي اللي هي وحدة قياس الجسم، الشحوم، العضل، هاي أيضا مهمة مو فقط للرجال التحاليل والنساء، للرجال والنساء والأطفال والفئة العمرية طبعا المناسبة. فعندنا حقيقة جهاز يقيس الوزن، العمر، الطول، وأيضا يقيس الشحوم والعضل. هنا أنا مهم جدا أنا أعرف إيش قد عند هذا الشخص شحوم وعضل حتى أحدد هو وين بأي فئة عمرية صحية، مو فقط هو عمره 20 سنة وهو يطلع عمره صحي 40 سنة. نجي للتحاليل المهمة واللي هي أبرزها تحاليل الفيتامينات، المعادن، لأنه الكثير من الفيتامينات مسؤولة عن تكدس الشحوم على البطن، مسؤولة عن قلة المناعة، مسؤولة عن الخمول وعدم النشاط البدني، يصير عنده تعب، يصير عنده إرهاق. أيضا نجي للتحاليل اللي هي أيضا جدا مهمة، تحاليل الغدة الدرقية، عملية الأيض بالجسم. دكتورة شلون تتعاملون ويا الحالات اللي تجيكم تعاني من مثلا زيادة في جزء من الجسم على سبيل المثال دهون البطن؟ سؤال جدا مهم وجدا رائع وشائع جدا بالذات بالعراق طبعا. رجال ونساء عندهم هاي المشكلة. يمكن النساء أكثر هم يعانون بعد الولادة من تكدس الشحوم على البطن. الرجل يعاني من الشحوم جدا بارزة على البطن وتكون منتفخة، وهذا إلى علاقة جدا بالهرمونات، إلى علاقة بهرمون الأنسولين، هرمون إنه انضباط السكر بالدم انضباط السكر بالدم عنده، وأيضا إلى علاقة بارتفاع هرمون الكورتيزول، هرمون القلق والتوتر عند الرجال والنساء على حد سواء. إذا كان أول مرة أعرف إذا كان عندنا هرمون الكورتيزول مرتفع، فمعناته احتياجنا للسكريات وللنشويات يكون جدا كبير، فيصير الشخص يأكل 4 قطع صمون، صحنين رز، وياكل السكريات والخبز بدون ما يشعر بالشبع، وجسمه كل ما طلب اكثر نشويات وسكريات كل ما راد اكثر. يعني بعد نص ساعه من انتهاء الوجبه الرئيسيه بعد الريوق ممكن يطلب قطعه حلو او جلاس شاي بسكر. فهنا ارتفاع هرمون الكورتيزول لازم نعالجه باعطاء الفيتامينات، السبلمنت، المكملات الغذائيه اللي يحتاجها الجسم، وممكن ادخال الادويه الطبيه بإشراف متخصص. ما نعطي الأدوية الطبية بدون إشراف متخصص، يعني لازم تكون عنده فترة أقل شيء 3 شهور ويانا مشترك، إن يراجع ويانا أسبوعين حتى نتأكد من انتظام الهرمون الكورتيزول عنده، نتأكد إنه ما يسبب له تعب، لأنه ممكن إذا قللنا النشويات والسكريات عند المراجع وما عنده كان متابعة راح يمل، راح يتعب، وراح يترك البرنامج الغذائي ويرجع مرة ثانية يصعد الوزن اللي لا سمح الله خلينا أقول تخلص من عنده اللي هو سمنة الكرش. طيب دكتورة شلون نعالج السمنة عند الأطفال؟ سؤال أيضا جدا رائع. يمكن هنا أنا أحب أقول إذا كانت البيئة صحيحة، هي مو فقط نعالج ست حنان، احيانا عالجنا المشكله لكن من رجع للبيت. يعني انا الحمد لله وشكر ايضا عالجت الكثير من الاطفال مثل ما ظهر على الشاشه يمكم، نزول وزن رائع وصحي، وكانت الفرحه عظيمه. كانت الفرحه من الطفل انه انا صرت رشيق وماكو تنمر بالمدرسه وماكو تنمر بالعائله. احيانا التنمر حقيقه يكون ايضا من العائله، من افراد العائله. فالطفل هنا نفسيته يصير جدا سيئه، يبدي ينطوي على نفسه، وانا وانت نعرف اليوم الدنيا السوشيال ميديا لا، مشكلة التنمر ممكن تنهي حياة، يعني هي أثرت على مشاهير معروفين بالوطن العربي، فكيف طفل؟ بالضبط. وهنا الطفل، إحنا يعني لما نقول طفل يعني نقول مجتمع، يعني نقول مستقبل. فحقيقة علاج السمنة عند الأطفال علاج جدا حساس، يحتاج شخص بروفيشنال، يحتاج دعم نفسي جدا كبير. لكن حتى أقول شلون الآباء والأمهات اليوم اللي يتابعونا من قناتكم شلون يقدرون يساعدون أطفالهم، يكون أنت
القدوة لهم. ابدي أنت أكل فواكه، ابدي أنت أكل سلطة، ابدي أنت مارس الرياضة. إفات يعني كانت دكتورة رشا، العملية عكسية، أغلب عوائلنا العراقية توكل الأطفال لا أكل، أنت ليش ما تأكل؟ ما يخالف مثلا الريوق ثلاث وجبات، يعني أنا شايفة يعني شوف العين صحيح. من أقول له لا لا يا معودة خلي أكل مدري شنو. فد مرة من المرات أنا يعني رحت الجيم فشفت إنه طفلة وأمها دا تجبر المدربة تقول لها إلا تنزلين وزنها بلي. فالبنية صافنة يعني إلا تطلع بنتي رشيقة. فأنا قلت معقولة هذه الطفلة هي اللي دا تجي على الجيم؟ يعني مرات تصير الأشياء متناقضة وعكسية. صحيح. هنا شلون يعني؟ يمكن أنا شخصيا واجهت هاي المشاكل عندي بالعيادة بمركز مراقب الوزن، وان كان بالعراق وان كان بالدنمارك ماكو اي فرق. هنا يجي اني كاخصائيه اخبر الطفل شنو ياكل، والطفل عاجبه يلتزم. تجي الام او الاب او الجده بالبيت، لا خطيه وجهها اصفر خلي ياكل، لا زيدي له من طبق الرز او زيدي له من الصمون او زيدي له من الاكل. يمكن مفهوم انه الطفوله عندنا سابقا كانت عندنا هواي حركه، اليوم ما عندنا حركة. فإحنا المطلوب من الأم والأب أنه يلتزمون بإرشادات الطبيب، يلتزمون بإرشادات المتخصص. أحسنتي مثل ما ذكرت المثال اللي هو مال الجيم. الطفل يحب إذا كان أكو التزام، وإذا حس أنه هو أكو اهتمام، اهتمام من المتخصص أو اهتمام من الأم والأب. تنصحين بكلمة أخيرة للمشاهد لأن الوقت مع الأسف الوقت ضيق. نحب نسألك هواي لكن هذا ما يسمح به. شكرا على كل هذه المعلومات. حياتي ست حنان، طبعا سعيدة جدا بطرح هكذا مواضيع مهمة، لأن السمنة هي باب لكل الأمراض المزمنة. واليوم أنا وأنت عايشين بزمن كورونا. كورونا للأسف تصيب الناس الكثيرة، لكن اللي يموت بكورونا هو الإنسان اللي عنده أمراض مزمنة. فضروري جدا نبتعد عن السمنة، سمنة الكرش، لأنه هي الباب لكل الأمراض. والرياضة والرشاقة هذا لازم تتبعوها دائما، نحث عليها بالبرنامج خصوصا أنا. أكيد. شكرا لوجودك دكتورة رشا المسوي خصائية التغذية. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا الأكبر دائما لكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى لكم